وللوقوف على الجدل الدائر حول المسيرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا في الحرب في أوكرانيا، ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم. أهلا بك سيد طارق معنا. يعني بداية، بعد أن أكدت أوكرانيا أن بقايا مسيرات إيرانية تستخدمها روسيا لقصف المدن، وتؤكد أوكرانيا أن هذه البقايا بحوزتها حاليا، السؤال هنا، هل ما زال هناك فرصة لإنكار إيران عدم بيعها مسيرات لروسيا؟ تفضل. تحياتي لكم. بالتأكيد النظام الإيراني يده ملطخة في استخدام طائراته المسيرة لكثير من الجماعات والميليشيات الإرهابية، منها الحوثيين ومنها جماعات حتى في العراق. وهذه المرة هي دخلت وتحدث الاتحاد الأوروبي بعد ما كشفت هذه العناصر الأوكرانية بقايا الأسلحة الإيرانية، أي المسيرات الإيرانية. هذا بالإضافة إلى فوكس نيوز ونيويورك تايمز اليوم عنونوا بأن النظام الإيراني أرسل عدد كبير من المستشارين في جزيرة قوم يعطون استشارات عسكرية وتقنية لاستخدام طائرات مسيرة من طراز شاهد ومهاجر. فهذا يضيف بالأدلة أن الوجود الإيراني أصبح رسميا في أوكرانيا بعد ما كانت شبهات على هذا. وأيضا من الجانب الأوكراني هنالك بغايا لأكثر من 200 وضرب لأكثر من 200 طائرة مسيرة بعدما أعلن وزير الخارجية الأوكراني وحتى الرئيس الأوكراني. فبالتأكيد النظام الإيراني اليوم لا يستطيع أن ينكر التعامل والتحالف الاستراتيجي له مع روسيا وتحديدا في أوكرانيا. سيد طارق، إلى السؤال الجديد الآن، وأرجو منك مشكورا أن تنظر إلى الشاشة بشكل مباشر. أقول في السؤال، أمريكا يعني وبريطانيا وفرنسا دفعت لتحريك ملف مسيرات إيران في مجلس الأمن مع حضور الفيتو الروسي والصيني، ما الفائدة برأيك من طرح الملف أمام مجلس الأمن؟ تفضل دكتور طارق. نعم، شكرا جزيلا. أنا لست دكتور بالمناسبة. ضمن هذا الخبر، نحن رأينا أن عدد من الدول الأوروبية اليوم حالفت كندا في تقديمها لملف ودعم وتحشيدها لأكثر من 15 دولة بقيت اتخاذ قرار أممي يعمل عقوبات وينتهي بعقوبات على النظام الإيراني. هذا بعد ما راينا تصريحات جوزيف بويل فيما يتعلق بموضوع الاتحاد الاوروبي، العقوبات اللي تفرضها الاتحاد الاوروبي على ايران. لذلك انا اعتقد ان هذه المره لا الصين ولا روسيا يستطيعوا ان يستخدموا حق الفيتو بناء على عمليه سناب باك اللي هي موجوده في الاتفاق النووي في 2015، ان اذا ايران استخدمت ودعمت وشاركت في زعزعة الأمن الإقليمي ودخولها في هكذا يعني مغامرات مثل وجودها في أوكرانيا، ستستخدم تلك الدول البند السابع بما فيها فرض عقوبات، وحتى من الممكن يستخدموا القوة العسكرية لردع يعني. لذلك هذا موجود في الاتفاق النووي في 2015، عملية سناب باك. لكن السؤال الذي يطرح نفسه أستاذ طارق، يعني لماذا كان المجتمع الدولي يستهين بالمسيرات الإيرانية والآن أصبح يحذر من خطورتها؟ فهذا يأتي لأنه إيران ليست من الكبار. فكبار صناع الأسلحة في العالم فرنسا، أمريكا، روسيا ودول من هذا الطراز. لذلك غابت هذه التركيزات على إيران وعلى دول أخرى مثل تركيا التي طورت أيضا قوتها في المسيرات بايراكتار وغيرها. فالنظام الإيراني أيضا استخدم بعض من هذه الدول لتطوير أسلحته، مثل ما استطاع مثلا أن يستفاد من خبرات كوريا الشمالية في تطوير لبعض من صواريخ شهاب 3 وشهاب 4 وخيبر وغيرها. فبالتأكيد هذه المسيرات هي وإن كانت غير جديرة مثل نظيراتها من الأمريكيات وغيرها، لكنها أيضا تهدد كما رأينا وشهدنا كيف استطاعت أن تؤثر في اليمن مثلا على سبيل المثال، عندما الحوثيين استخدموا المسيرات الإيرانية وضربوا أرامكو وضربوا أبوظبي واستخدموها في مكانات أخرى. لذلك بالتأكيد كل سلاح هو بالدرجة الأولى موجه ويعتبر تهديد. ماذا عن العقوبات؟ يعني إلى أي مدى ترجح احتمالية أن تواجه إيران
عقوبات جديدة برأيك بعد أن انخرطت في الحرب الأوكرانية؟ بالتأكيد اليوم كل المؤشرات تشير أن أولا الاتحاد الأوروبي ثم أمريكا يريدوا أن يتراجعوا من الاتفاق النووي، وهذا يعني في السياسة أن تراجعك من اتفاق مهم مع دولة مثل إيران، أي بمعنى أنك تستخدم بلان بي أو السيناريو الثاني. الآن موجود الشارع غليان كبير في الداخل الإيراني، هذا بالإضافة إلى وجود إيران والوثائق التي تثبت زعزعة الأمن الإقليمي والعالمي اليوم لا سيما في أوكرانيا، فهذا بالدرجة الأولى يعني يؤثر أولا على الاتفاق النووي. هنالك لم تكن هنالك اي طاوله مفاوضات بالمستقبل، هذا ما لوح بويل ونيد برايس في تصريحاتهم، واكيد احنا نتوقع المزيد من العقوبات لا سيما بعد اتفاق جي 7 القادم. كثير من الناشطين الايرانيين وحتى من الشعوب غير الفارسيه طلبوا من دول جي 7 في بيتيشن واسعه انه يخرجوا سفراء ايران من دولهم، وهذا بالدرجه الاولى سيضرب وسيدع إيران دبلوماسيا في العالم ويؤثر على وجهتها السياسية، بالإضافة إلى ضعفها الاقتصادي والعقوبات التي استطاعت أن تغضم الكاهل الإيراني خلال السنوات الماضية. فبالتأكيد ليس أمام إيران خيار إلا أن تخضع لمطالب الشارع وتخضع لمطالب الأمم المتحدة. السؤال الأخير سيد طارق، لماذا برأيك يعني تريد روسيا أن تجر إيران إلى مربع حربها ضد أوكرانيا؟ والأهم من ذلك، لماذا تنجر إيران إلى تلك الحرب الدائرة في غير منطقة؟ ليس أمام إيران خيار آخر غير أن تكون حليفة لحليفتها الاستراتيجية روسيا، كما شاهدنا في سوريا كيف استخدموا بعضهم لبعض في هذه الجبهة اللي مفتوحة في سوريا كانت. واليوم إيران بعدما قطعت كل صلات ارتباطها بالاتحاد الأوروبي هي مضطرة أن تكون في جبهة روسيا أمام أي عدو سيعينه بوتين. واليوم بوتين من أجل أن يخرج من المأزق الذي الآن روسيا فيه يريد أن يسلط الأضواء ليست فقط على روسيا بل على إيران وعلى دول أخرى، وهو طلب أيضا من بيلاروسيا ودول أخرى مشاركته وتحالفه في هذا الحرب. فهو يرى أن كل من لم يكن في الجانب الغربي هو سيكون من يعني الموضع الشرقي، اي روسيا والصين وايران وما الى ذلك. فبالتالي انا اعتقد ان روسيا هي جلبت ايران لوجود بوتنشل وظرفيات واسعه في ايران تستطيع روسيا ان تستخدمها، منها وصولها بسهوله الى المياه الدافئه، منها استخدام ايران كدولة واسعة جغرافيا في منطقة الشرق الأوسط تستطيع أن تشيل حركة الأسواق وحركة النفط العالمية التي موجودة هي في جنوب إيران. بالتالي أنا أعتقد أن وجود إيران في هذه المعركة هي مصيرية بالنسبة لروسيا، وروسيا أرادت أن تعطي رسالة للغرب بأن نحن أيضا نستطيع أن نتحالف مع عدد من الدول ونشكل خطر على ليست فقط أوروبا بل حتى على منطقة الشرق الأوسط بما فيها حلفاء أمريكا والاتحاد الأوروبي بها. الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم، كنت معنا عبر سكايب من أوسلو، شكرا جزيلا لك.